اهلا وسهلا بكم. شو الضوضاء في وجهي في حلقه جديده من سميره الدول؟ في هذه نشوفوا فينا في سال دو كونفرنس. علاش خاطر كونفرنس النجم الساحلي مشينا الكونفرنس ترجي ريفي التونسي. درك ما تنساوش تحطوا جيم كومنتير تابوني وشين ونديو الفيديو نتاعنا اللي فيها الكونفرنس تاع ليتوا الكونفرنس تاع الاسبيرونس ايش حكيو قبل مواجهتهم تاع غدوه وبعد غدوه. يلا نلتقي ننطلق ونعرفوا ديما السيونس الاخرانيه جوست تروشيك. دونك كيفاش لقات روحها الترجي؟ كيف لقى روحه عثمان النجار زاد اللي هو باش يكون المدرب الاول للترجي في ماتش غدوه؟ سورتو سؤال اللي تسالوا عليه برشا تو، شكون باش يكون المساعد نتاعك غدوه عثمان على البنك؟ بصراحه معناتها القرارات قوس صغير نفتحوه، معناتها الواحد لازم يكون عاشل المباراه غاديك باش ينجم بوتيتر اللي عنده ديرو بروش ينجم يراجع روحه. بصراحه معناتها اول حاجه يرحم والدي عكاف اللي خلت لنا هم ستاف تكنيك موجود على البنك، ما انا ما عقبتهمش الكل. طب بالنسبه لك انت انا هو احسن سيناريو نجم يصير الماتش هذا؟ احسن سيناريو هو نعرفوا لي جمهورنا سايب شويه يحب الريزولتا في صفيصه، يحب ماذا بينا نقطه الماتش من الاول. ملك رقيك بيه عثمان، نحب نسألك على آخر حاجة صارت للعقوبة تاع الكاف اللي صارت البارح وقت الانتريمون تاع الاسبيرونس. وقتها الترجي قاعدة تحضر في التشكيلة الأساسية نتاعها باش تلعب الماتش، ونعرفوا ديما السيونس الأخرانية جوست تروشيك. دونك كيفاش لقات روحها الترجي؟ كيف لقى روحه عثمان النجار زاد اللي هو باش يكون المدرب الأول للترجي في ماتش غدوة؟ وسورتو سؤال اللي تسألوا عليه برشا تو، شكون باش يكون المساعد نتاعك غدوة عثمان على البنك؟ قبل كل شيء مالوغوزمون معناتها البارح كنا في حصة التمرين وجات سلسله القرارات اللي تقبلناها احنا ديجا في اخر سيكل دو بريباراسيون تاع الماتش هذا. بون لي ريكتيفيكاسيون لي شانجمون شي يصيروا معناتها شومبردمون كبير اكيد. ملعبيه ما كانتش في ستاج ولا تيزمها تدخل ستاج، ملعبيه كانت باش تكون اساسيه في المباراه هذه باش يتم تعويضها بلاعبين اخرين. لكن اكيد معناتها لعبنا على العامل الذهني ان شاء الله، والناس الكل بصراحه معناتها كسوا الجوارات ولا ستاف حاولنا باش نتجردوا من اللي صار اكثر ما يمكن على قدر المستطاع، ويكون تركيزنا ومعناتها منصب كله على التحضير للمباراه هذه. بصراحه معناتها القرارات قوس صغير نفتحوه، معناتها الواحد لازم يكون عاشل المباراه غاديك باش ينجم بوتيتر اللي عنده ديرو بروش ينجم يراجع روحه. بصراحه معناتها يلزم تكونوا سير بلاس غاديك باش تشوفوا شنو الجوارات سمعت، شنو هو الكلام اللي تقال للجوارات او كور دو ماتش من اطراف متعدده اللي عندها دخل اكيد في المباراه هذه. بصراحه معناتها احنا الرياكسيون تاعنا كستاف توجدت جوست معناتها ابري الورقه الحمراء اللي كانت لمحمد علي برمضان اللي لا ناقه له ولا جمل في اللي صار. الكل انسان كجوار هذا كان بعيد كومبليتوم بعيد كل البعد على الواقع اللي صارت مع الحكم. بصراحه معناتها باللي تحاول تهدي احساس خايب عشناه في المباراه هذه. الحمد لله معناتها وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ان شاء الله هذا يكون دافع ان شاء الله باش نحضروا باش يكون يعاوننا في تحضير مباراه العوده ان شاء الله. بالنسبه للقرارات اكيد معناتها تاثيرها ان شاء الله نحاول نتفاداو الماكسيموم معناتها التاثير السلبي نتاعها، ان شاء الله نوليو نستغلوه كدافع ايجابي يحفز الملعبيه ويحفز الاطار الفني ان شاء الله غدوه. بالنسبه للجيستيون تاع الماتش احنا معناتها من قبل اونيتي ان ستاف ونخدموا كولابوراسيون من معين مجدي العبدو لله صبري ولا سي ناصر كيف دونك بو امبورت شكون باش يكون موجود على خط التماس غدوه. لو بلوز امبورطون هو ان شاء الله ننجحوا في الميسيون تاعنا وان شاء الله الترجي يكون في النصف النهائي ان شاء الله. باش نكمل مع هيثم باش تعرف كيستيون هذايا، ينجم سمعنا اللي في كمال قلت ينجم يكون معاك على البنك غدوه، صحيحه المعلومه ولا غلط؟ توتي بوسيبل معناتها هذه حاجه افير ادمنستراتيف اكيد البنك باش يكون معناتها باش نحاولوا باش يكون البنك في قيمه الترجي الرياضي التونسي اون تيرم دو كاليتي ودو كونتيتي كيف فوالا معناتها اللي حاضر يززي وان شاء الله اللي بيه الفائده ربي يوفقنا ان شاء الله. صحيح الحمد لله ربي اول حاجه اللي السيتياسيون هذه تعدينا بها قبل ما تعديناش بها في كارد فينال، اذا تعدينا بها في فينال كونتر الاهلي ونكون مشابه ياسر الماتش في الماتش هذاك. الديسكور اللي صار الماتش هذاك ان
كل جوار يحط في قلبه يشوف شنو هو تعدى عليه في القاهره غادي، وتحاول تكون الرياكسيون بوزيتيف، والحمد لله كانت من كل الاطراف، من جمهورنا اللي جاء ودز معنا للاخر وبقى يشجع، وما كانتش حتى رياكسيون خايبه صارت منهم، منا احنا جواريت اللي دخلنا وكل واحد اعطى كل ما عنده، وكما كان يحكي سي عثمان معنا حتى كي دخلنا وما كناش من الاول كونتر لاري بقينا صبرنا، الجمهور بقى يدز معنا للاخر وجا الهدف في اخر الشوط الاول. بالنسبه لي انا الميساج نحب نوصله للجمهور نتاعنا انه غدوه يكونوا كالعاده يدزوا معنا، نعرفوا اللي كي يكونوا هما حاضرين ويدزوا معنا يزيدونا حافز كبير ويعطيونا معنا، كل جواري واللي يحب يعطي كل ما عنده، غدوه نحبوهم معنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله تكون الرياكسيون باهيه من اللاعبين الكل ان شاء الله. اول حاجه يرحم والدي كاف اللي خلت لنا هما ستاف تكنيك موجود على البنك، ما انا ما عقدتهمش الكل. زيد الحمد لله اللي فما جواريات ما مشاوش للقاهره، سينو رانا زاد تعاقبنا وما لقيناش حتى 18 جوار موجودين غدوه. بارك الله فيهم، يدوا لي مزيه كبيره ما ننساوهاش. بالنسبه شو نحكي معنا، يظهر لي كنا نستناو في حاجه كما هكا، معنا الناس كلها تستنى فينا في الدوره. العقوبات وصارت بما اللي فيه، يلزمنا نتعاملوا مع الموجود، يلزمنا احنا غدوه تكون عندنا رياكسيون باهيه ونوريو للناس الكل اللي معنا مهما تعملوا في الاسبيرونس ومهما يصير ديما رانا واقفين وديما روسنا الفوق، وان شاء الله ربي معنا وبقدر ربي ما يخيبناش ان شاء الله. عندنا مشكل، لا ما نقولش عندنا مشكل، نقول عندنا مالوريزمون دو غارديان تاعنا اللي موجودين اليوم تنقصهم الثقه اكثر منه حاجه اخرى. لي كاليتي ايزون دي كاليتي، مي مالوريزمون ما عملوش لونشينمون تاع لي ماتش نيسيسير اللي باش يعطيهم ثقه كبيره. حاولوا نتعاملوا مع الوضع، حاولوا احنا نعطيهم الثقة، أصحابهم يعطيهم الثقة، نعاونوهم. كرة أغلاط، فما ناس تغلط فما ناس تصلح الأغلاط، وكما قلت لك إن شاء الله نحاولوا نتفاداو هذايا في الماتش هذايا، ما نحطوش كل شيء على حارس المرمى. فريق فيه 11 ملاعبي، كيما الحارس غلط كيما ملاعبي آخرين غلطوا، والأوبجيكتيف إن شاء الله نترشحوا. سي منتر ميرك رقيقي قيس، برشا عباد تقول لي سيناريو ديال تاع ليتوال انها تمركي بريمير ميتون، فما شكون يقول ما يسالش حتى كان ما ماركاتش مازالت اللعبه دوزيام ميتون. بالنسبه لك انت، انا هو احسن سيناريو نجم يسير الماتش هذا؟ احسن سيناريو هو انه نضغطوا من الاول ونسجلوا بطبيعه الحال، على قد ما تسجل بكري ديما يسهل اكثر الماتش ويحط فريق الوداد في الدوت. انا زيرو نتصور انهم يتحطوا في الدوت يعطينا احنا اكثر شحنه معنويه، انه نكونوا معناها ناقصين جوست هدف واحد باش نعدلوا النتيجة، تعرف 2-0. احنا مبدئيا ماناش مطالبين باش نزلوا 3 أهداف كما الناس تحكي، أنا حسب رأيي 2 أهداف كابابل باش نعملوهم هذوما، وديما على قد ما تسجل بكري ديما تسهل أكثر المقابلة. لا، كل مقابلة يظل على حدة وحدة، ما نتصورش المقابلات عندهم علاقة ببعضهم. فتاتر يمكن إذا الإسبيرانس عملت رومونتادا تكون مشجعة لنا احنا أكثر يمكن، مي لا قدر الله في لي دو كا ما نتصورش عندها تأثير على المقابلة نتاعنا، حتى كان احنا لعبنا قبل بنهار وما عندهاش تأثير حسب رأيي. ما فماش نتمناوه ونتوقعوا، الكل لازمنا نكونوا رياليست، لازمنا نهبطوا نكونوا أغريسيف على الكورة، لازمنا نعطيوا فون معناتها نكونوا سورتو لي بلون معناتها نكونوا حاضرين. وانا كي ليكيب تاعنا تبدا حاضره وفي نهارتها نجمو نعملوا برشا حاجات، او علاش لازمنا نكونوا رياليست ونعرفوا اذا نكونوا ابليكي باش نماركيو البونتويات اللي مستحقينهم في الماتش. صحيح هذه نقطه مهمه برشا، نعرفوا لي جمهورنا صعيب شويه يحب الريزولتا في صافي يحب ماذا بينا نقطه الماتش من الاول. مي الماتش هذا مش ساهل، ويداد كيبا كبيره، ماتش شامبيونز ليغ مش يكون بسهل. نتمناو وان شاء الله هما فاهمين الحاجه ذي اللي لازمنا يكونوا معنا صبورين، معناتها يقعدوا ل 90 دقيقه يدزوا معنا، حتى كان ما ماركيناش اتو مومون ينجموا يجيو البونتويت. كيما ديما نقول يد واحده ما تصفقش، اذا جواريت حاضر والجمهور يكون سو بريسيون، ولا جمهور حاضر وجواريت مش حاضرين، ما نجموش نوصل لبعيد. هاكا علاش لازمنا الزوز نكونوا حاضرين، وسيختو هما باش يلعبوا دور كبير، وان شاء الله يعاونونا برشا كيف برشا ماتش يتعاونونا. كمان الحلقة نتاعنا اليوم وشفنا تصريحات عثمان النجار، قيس الزويغي، سامح الدربيلي ومحمد المثنيني، شنو رايكم في اللي قالوه؟ وهل الترجي والنجم قادرين على العودة في مباراة العودة
جيم كومنتير قولوا لي قادرين نعاودها ولا ابوني والشين. يلا السلام يا